يعني زي ما قلت لكم كده، هتلاقي فيه اجريجيتس للركاب، تمام؟ والركاب ده بقى ماسك مثلا 60% 60 ايه؟ حوالي 80% من الامتحان بتاع الميد تيرم، تمام؟ ليه؟ هتلاقي مساله عن سيب اناليسيس، تحليل المناخير، طبعا عارفين قعدنا فيها فتره دي صح؟ تمام. وهتلاقي مساله عن التجربه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هو ايه؟ الوزن النوعي للركاب العضوي. تمام. وهتلاقي مساله بتاعت النهارده سيرفيس ايه؟ المساحه السطحيه النوعيه، تمام؟ والا يا باشمهندس ده بالاضافه لكمان النظري بتاع الجسم. بتتكلم في 70% من الميد تيرم جاي في الاجريتس، تمام؟ حلو. طب والباقي الا يا باشمهندس هيكون نظري اسمنت، تمام؟ وقليل قوي نظري اضافات، تمام؟ الميه اصلها صفحه واحده. اه والله يعني هي اصلا لو فتحت سؤال الدكتور هتلاقي صفحتين تقريبا. واخد بالك؟ فهي احنا بنتكلم يعني هتلاقي سؤال اثنين، فاهم قصدي؟ وادي الميه يا سيدي، بس انا يعني ايه مش عارف ازود، واخد بالك؟ بقول حاجه بقى. طيب فده اللي موجود. طب احنا دلوقتي فين يا باشمهندس؟ احنا تقريبا النهارده هنخلص كل ال 70% اللي فوق، تمام؟ هيتبقى لنا نظري الاسمنت والايه؟ والاضافات والمي، ماشي؟ اللي هو صح، مفيش اي مشكله، هو صح فعلا النهارده، ما فيهاش اي. طيب ايه بقى اللي احنا نعمله يا باشمهندس علشان نذاكر الميد تيرم؟ مبدئيا انا المره الجايه هاجي اعمل ريفيجن، تمام؟ يعني انا بكون خلصت الاجريجيتس، طبعا انتوا عارفين ان احنا النظري شويه يعني ايه؟ انك تعتمد على المذاكره والايه اللي تمسك فيه، صح؟ تمام. هاجي المره الجايه هحل معاك الترم كامل بالنظري بتاعه بالام سي كيو، تمام؟ بالمسائل بكل حاجه. نحل المره الجايه ميد تيرم، يبقى عملنا كده ريفيجن على ميد تيرم كويس قوي. طيب يا باشمهندس يعني المطلوب مننا نعمل ايه يعني الفتره دي بقى نذاكر ازاي؟ مبدئيا يا جماعه اللي احنا نزلناه او الاربع فاكتورات اللي نزلوا دول، تمام؟ حلو؟ المفترض ان انت تبقى بيرفكت وتركز كويس قوي على شكل المسائل اللي بتيجي في الامتحان، لان انت زي ما انت شفت انا بشرح الاول المسائل العامه وبعدين بوريك الامتحان بتلاقي فيه ايه؟ شويه اختلاف بسيط اللي هو فكره الام سي كيو من الايه؟ من المساله اللي بتتحل على طول، صح؟ تمام؟ فلازم تركز في الموضوع ده. طب بالنسبه للمذكرات بقى نظامها ايه يا باشمهندس معاك؟ المذكرات يا سيدي بص، مذكرة واحد اجريتس نقطة، مذكرة اثنين سيفنس اللي هو تحليل المناخ، ثلاثة هتلاقي باشمهندس فيها اللي هي التجربة بتاعت الايه؟ الوزن النوعي اللي هو أربعة اللي احنا هنشرحها النهاردة يا باشمهندس بنتكلم على السبيسيفيك سيرفيس ايه، ومذكرة خمسة فيها نظري الاسمنت، ومذكرة ستة فيها المية والايه؟ والاضافات مع بعض، ومذكرة سبعة فيها ريفيجن اورمنتد. المذكرات اسهل ما انت متخيل، يعني الموضوع اصلا انت عارف انه مبسط الدنيا جدا، صح؟ ايه؟ المذكرات دي هو لغايه اربعه نازل. هو برضه ما عملتش، هبعتها اول ما زي المره اللي فاتت ما بس ما حاولتهاش ان انا اعرف انا بعت ايه. تمام اوكي. هينزل خمسه وسته وسبعه دول يعني هتلاقيها كل يومين كده بتبتدي تمام اوكي. فدي النوتس
بتاعتك اللي المفترض ان انت هتذاكر منها وتركز جدا جدا في الريفيجن ده، وتركز جدا جدا في النظري اللي هو بتسمى بقى من النظري، تركز بقى على الام سي كيو اللي بيجي في الاخر. تمام؟ لان اللي محطوط في المذكرات ده هو مسائل امتحانات كتير. تمام؟ من الاخر يعني. فده بالنسبه للمذكرات. انا بس بديك الفكره عامه السكيما علشان ايه؟ عارف احنا ماشيين ازاي ورايحين فين، صح؟ تمام. طيب باشمهندس بعد الميد تيرم، بعد الميد تيرم الموضوع مش هي يعني هيزيد علينا حاجات بسيطه. تمام؟ يزيد علينا حاجه اسمها الخرسانه الطازجه. تمام؟ تصميم الخطه الخرسانه الاول، بعدين الخرسانه الطازجه، وبعدين الخرسانه المتصلبه. ايه الكلام ده؟ يعني بنيجي يا باشمهندس في تصميم الخلطة الخرسانية، نعلمك تصميم الخلطة الخرسانية. في الأغلب الدكتور بيختار طريقة أو اثنين. تمام؟ حلو. طيب. لأن في كذا طريقة لتصميم الخلطة. جميل؟ كل في مدارس كتير يعني. تمام. وبعدين قال له يا باشمهندس بنيجي نشوف بعد كده خلصت خرسانة الفريش. يعني هي الخرسانة لسه مظبوطة، لسه ما بقتش هاردنت. تمام؟ خلاصها عاملة إزاي؟ إيه المشاكل اللي ممكن تحصل فيها؟ تمام؟ وبعدين ناخد الخرسانه بعد ما بقت جامده بقى، ايه الخواص بتاعتها؟ نظامها ايه؟ الاكس ريم ده هيوصل لقد ايه؟ كذا، صح؟ تمام؟ والاختبارات عليها بتاعت الايه؟ الخرسانه المتصلبه. في اي حال من الاحوال احنا بنتكلم ان اللي بعد الميد تيرم اسهل من اللي قبل الميد تيرم. ايه؟ في غير مساله واحده، تمام؟ اللي هي تصميم الخطه الخرسانيه، والباقي كله ايه؟ نظري، تمام؟ قد ما نقدر انا يهمني بقى في النظري ده، شوف انا لغايه دلوقتي ما قلتش نظري، صح؟ تمام؟ انا اللي هيهمني بقى حته الفريش كومبليت والهارد كومبليت. الاختبارات اللي انت بتعملها في الموقع او الخرسانه، تمام؟ بتاعتك ازاي تستلمها؟ تمام؟ ازاي تشوف القوام بتاعها ده سليم ولا لا؟ تمام؟ هتوصل للخلطه بتاعتك ولا لا؟ صح؟ تمام؟ تبقى عارف ده ازاي؟ و بعد ما خلصت يا باشمهندس افرض منشأ قائم كده عاوز اعرف مثلا خواص الخرسانه اللي موجوده فيه ايه؟ هل هو فعلا كويس؟ تصمم صح ولا ما تصممش صح؟ تمام؟ فهبتدي اتكلم معاك في النقاط. لغايه دلوقتي احنا يعني بندرس الخرسانه بس ايه؟ ماسكين كل ايه؟ مكون منها كده لوحده، نشوف لوحده لغايه لما نكون السؤال. طب تعالوا بقى ندخل بقى في موضوع النهارده وهو الـ Specific Service Area. إن شاء الله موضوع سهل وبسيط جدا. يلا بينا نشوف. المسألة بتاعتنا وإيه المطلوب مننا في المسألة دي؟ قال لي والله يا باشمهندس هو طالب منك هنا حساب المساحة السطحية. تمام؟ طب وإيه يعني فكرة الموضوع يا والمساحة السطحية النوعين. قال لي والله يا باشمهندس عارف تجربة المناخير هي هي التجربة، بدليل ان هو مديني فتحة المنظر ومديني المار، تمام؟ من كل صحلة، تمام؟ قال لي طيب جميل، امال ايه الاف اي ده؟ قال لي يا باشمهندس هو احنا هنا بس عاوزين نشوف المساحه السطحيه للمكان ده قد ايه؟ تمام؟ حلو. يعني يا باشمهندس يعني ايه مساحه سطحيه؟ يعني يا باشمهندس هياخد لما اجي افرشه كده ياخد سيرفيس قد ايه؟ سيرفيس اريا قد ايه؟ تمام؟ فقال يا باشمهندس طيب يعني هل الموضوع ده بيفرق؟ قال لي اه بيفرق جدا في جوده الخرسانه بتاعتي. تمام؟ تعالوا نشوف المسألة تتحل ازاي وازاي نفكر فيها. تمام؟ واحنا شغالين مع بعض. هاجي ارسم نفس الكلام، احط السليب بتاعتي الاوبن باك منفصل، وبعدين احط الباص، وبعدين ههدى شوية علشان اعرف ايه اللي هيحصل. ادي واحد احط 4.76 2.83 و 1.41 0.707 0.705
0.177 و 0.88 وهعمل تحت ايه المجموع. طيب وصلت كل واحد من دول ادي الباس بتاعي 196 88 66 27 5 وبعدين يا باشمهندس قال لي بص انا عاوزك توزن لي يا باشمهندس المتبقي تمام اللي موجود على المنام تمام. قال لي طب هعمل ده ازاي؟ قال لي بص يا باشمهندس تمام شوف ما بين المنفولين دول عدى قد ايه؟ عدى قد ايه؟ 4% صح؟ يبقى المتبقي ما بين المنفولين دول كام؟ 4 صح؟ يبقى 4 مش 4% حلو تمام. تعالى يا باشمهندس ما بين دول ودول 96 و88 عدى قد ايه؟ 8 والمتبقي كام؟ 8 باجي على الخط تمام حلو لان ده المتبقي ما بين الايه؟ الاثنين صح ولا لا؟ تمام. فقال يا باشمهندس من 88 و66 هيبقى 22 ويا باشمهندس 66 و27 هيبقى 39 و ما بين 27 و5 22 35 فيها اي مشكله؟ ادي دبليو اي تمام ده الويت المتبقي عندي عند كل مدة. طب جميل وبعدين يا باشمهندس قال لي بص بقى يا سيدي لو بصيت هنا هتلاقي انه مديني حاجه كده اسمها عامل الشكل اف ار تمام. احنا قلناها المره اللي فاتت كده في العجاله صح؟ كانت اخر اختياري سنة المره اللي فاتت واحنا في الشهر. ايه الاف ار ده؟ قال لي يا باشمهندس ده معامل تمام للشكل بتاعي بيقول لك الشكل بتاعك ده مدور الشكل بتاعك صح؟ مفضح تمام؟ حلو؟ فبيديني المعامل ده يا باشمهندس يا اما يديهولك زي ما انت شايف كده على اساس انه جاي للمتبقي تمام؟ حلو؟ يا اما يقول لك انه ثابت مثلا في المساله الركام بتاعنا ده 1 و2 مثلا تمام؟ حلو؟ او الركام ده مدور مدور يعني واحد اف اي بواحد تمام؟ حلو؟ يبقى خد بالك من الاف اي ده معامل الشكل عامل الشكل بتاعي. طيب جميل قال لي يا باشمهندس هبتدي احطه زي ما هو 1.43 1.43 تمام 1.41 1.42 1.34 1.3 جميل حلو قال لي يا باشمهندس يتبقى لينا ان انا اجيب قطر الركام اللي موجود عندي عاوز اجيب ايه؟ قطر الركام اللي موجود عندي. طب يا باشمهندس القطر ده بيجي ازاي؟ قال لي والله بص متوسط قطر الركام. قال لي عندك يا باشمهندس متوسط حسابي اللي هو بيدي 1 + 2 على 2 تمام؟ ده متوسط حساب. وقال لي عندك متوسط هندسي جذر دي 1 في دي 2 تمام؟ حلو. طب احنا هنستخدم قال لي يا باشمهندس هنستخدم ايه؟ المتوسط الهندسي. حلو. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه هنا؟ قال لي والله يا باشمهندس طيب احنا دلوقتي الدي اي ده عاوزين نحسبه. طب هنحسبه ازاي؟ قال لي باجي يا باشمهندس اشوف هو انا عاوز اجيب ايه؟ حد متوسط قطر صح؟ تمام معنى كده ايه؟ قال لي يا باشمهندس خد بالك ما هو اللي عدى من هنا تمام لهنا يبقى ده متوسط القطر صح ولا لا؟ تمام هو معدل مظبوط؟ تمام. فقال لي طب هتعمل ايه؟ قال لي هاجي هنا واقول جذر 4.76 2.8 يبقى انا بعمل ايه يا باشمهندس في الدي اي ده؟ باخد القابل بتاعتي اللي فوق واللي تحت اللي انا شغال فيها الويت بتاعها صح؟ فيها اي مشكله؟ طيب بجيب لها متوسط ايه؟ هندسي. فيها اي مشكله يا جماعه؟
طيب جيت حسبت الكلام ده باشمهندس طلع معايا هنا 3.67 مني هنا 0.99 تمام اوكي هنا 0.098 هنا 0.0502 هنا 0.0251 وهنا 0.0124 تمام لغاية هنا في أي مشاكل؟ لغاية هنا في مشاكل يا جماعة؟ طيب قال لي بص يا باشمهندس هو احنا عاوزين نجيب ايه من الموضوع ده؟ قال لي عاوز اجيب السيرفيس اريا وعاوز اجيب السبيسيفيك سيرفيس اريا ركزوا معايا يا شباب خلاص انا طبقت تقريبا انت متخيل ان انا طبقت الموضوع ابسط مما انت فاهم طيب تعالى بقى نشوف قال لي بص يا باشمهندس السبيسيفيك سيرفيس اريا والسيرفيس اريا قال لي لو انت بتتكلم عن السيرفيس اريا فهتبقى يا باشمهندس القانون بتاعها كام ايه 6 على جي في سيجما واي فاي على جي تمام سيجما واي فاي على سيجما جي ايه الكلام ده قال لي يا باشمهندس باجي يا باشمهندس اضرب ال دبليو اي في الاف اي واقسم على ايه؟ على الدي اي، في اي مشكله؟ طيب يبقى اخر حاجه معايا ان انا بقول دبليو اي اف اي على الدي اي تمام؟ حلو وابتدي اضرب حلو هقول 4.143 على 3.767 فطلع معايا الكلام ده يا باشمهندس 15.58 طلع معايا الكلام ده 57.28 310.7 1095.4 1174.5 5.8 8.8 حلو قوي قال لي طب بص يا باشمهندس هو يعني كده قول لي كده يعني انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز احسن صح؟ فقال لي هتيجي هنا يا باشمهندس بعد ما حسبت ده كله نجيب ايه؟ المجموع بتاعك طب المجموع بتاعك طلع كام؟ قال لي طلع معاك يا باشمهندس 3182.9 حلو طيب فاضل لي ايه بس في القانون فاضل ايه طيب حلو ايه الشيء ده يا باشمهندس قال لي الكثافه النوعيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت الكثافه النوعيه اللي ممكن طب يا باشمهندس نظامه ايه؟ قال لي والله يا اما هيكون جدي في المساله يقول لك كثافه الركاب بتاعتك دي كام؟ يا اما يسيبك فانت تفرضها القيمه 2.64 اللي هي القيمة المتوسطة للركاب. فيها أي صعوبة؟ الكلام ده صعب يا جماعة؟ طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. قال لي يا باشمهندس جيت عوضت هنا عن جي ب 2.464 تمام وطلعت قيمة السيرفيس فيها. طلعت كام بقى يا باشمهندس؟ طلعت 7232.5 سنتيمتر مربع.
طيب يا باشمهندس معلش كده ما تقول لي هو السبيسيفيك سيرفيس اريا ده نظامه ايه؟ يعني احنا دلوقتي جبنا السيرفيس اريا، قال لي بص كل الفكره ان السيرفيس اريا اللي انت جبتها هتيجي يا باشمهندس وتتسيبها على السيجما دبليو اي اللي انت جايبها هنا لو جمعت هتطلع معاك 100 تمام؟ فقال يا باشمهندس ده على السيجما دبليو اي يبقى انا كده خلصت يا باشمهندس السيرفيس اريا على السيجما دبليو اي 7232.5 على 100 تمام؟ تبقى 7.23 سنتيمتر مربع على الويت بتاعي اللي هو بالكيلو جرام بالجرام تمام؟ فقال لي خلصت المسألة، في أي صعوبة؟ طب ما تيجي كده نشوف مسائل الميد تيرم نظامها إيه؟ تمام؟ يلا بينا بنات التعيينة بالجرام الأجزاء الأجزاء الصوتية كما هو موضح في الجامعة. طيب آدي المسألة اللي بتكون جاية لك في الميد تيرم كالآتي مديك ايه؟ مديك الفتحه بتاعتك بتاعت المدخل وهو بدل ما يعني يعملها كده ان انت بتحسب الوزن في النص فسمها لك جروبات علشان لما يجي يسالك تمام يقول لك جروب 1 في كذا جروب 2 في كذا وهكذا تمام كده فرحنا جايين ايه مسمينها 1 2 3 4 لغايه جروب 10 طبعا احنا بنعمل ايه؟ احنا بنحسب الوزن الباقي من كل ايه؟ صح؟ تمام المره اللي فاتت كنت بقول لك احنا عندنا باص صح؟ تمام؟ هو المره دي وبالتالي كنت انا بحسب له الوزن المحجوز تمام؟ اللي هو الدبليو اي هو هنا مديني الدبليو اي ده على طول معاه تمام؟ انا مش عاوز الباص في حاجه خلاص تمام؟ في اي مشكله في الباص؟ طيب طب يا باشمهندس متوسط القطر ده اللي هو ايه؟ اللي هو متوسط القطر الهندسي اللي احنا قلنا عليه مظبوط؟ تمام؟ اللي هو عباره عن جاز دي واحد ودي ايه؟ اثنين في اي مشكله؟ طيب حلو قال لي يا باشمهندس طب ومعامل الشكل قال لي هو مديهولي اللي هو اف اي هو مديهولي كده طب هو محتاج ايه؟ محتاج المساحه السطحيه وان انا اكمل له الجدول وبالتالي احسب ايه؟ متوسط هاجي هنا يا باشمهندس واشوف بص كده فتحه المدخل بتاعته من ايه؟ من بنت صح؟ وهو طالب متوسط القطر ايه؟ بالسنتي تمام؟ خد بالك ان في تحويله من ملي ايه؟ لسنتي فيها اي مشكله؟ طيب اعملها ازاي؟ والله يا باشمهندس عاوز تحسب وبعدين تقسم على 100 تمام؟ مفيش مشكله عاوز تقسمها على 100 وبعدين تحسب برضه ايه؟ مفيش مشكله هو الفكره ان التحويل من ملي لسنتي تمام؟ بقسم على ايه؟ 100 فيها اي مشكله؟ في اي مشكلة؟ على 10 تمام طيب من ملي في سنتي 10 تمام طيب تعالى بقى يا باشمهندس لو احنا بنتكلم سنتي متر 100 من ملي لمتر 1000 صح تمام يبقى انا يا باشمهندس هاجي اقسم على 10 تمام حلو 8 و 4 تمام اخد جذر 8 في 4 تمام واجيب المتوسط من القطر طلع معايا الكلام ده يا باشمهندس لما خدت الجزء طلع معايا 5.66 تمام في اي مشكله؟ طيب وبعدين قال لي يا باشمهندس 2.83 وقال لي يا باشمهندس 1.41 وهنا 0.707 وهنا 0.353 بص انا هقول لك حاجه طول ما انت هتطول في الرقم هيطلع ارقام زي الاختيار بالظبط تمام يعني كل ما هتزيد في الرقم شويه يعني بدل ما هو مثلا اقرب 2 خليه اقرب 3 اقرب 4 تمام هيطلع لك الرقم بدقه زي الايه اللي موجود في الاختيار بالظبط تمام هنا انا هنا عملت ان انا يعني يا دوب بس الرقم ايه 3 تمام 2 تمام وبعدين بقرب حلو فكده كده لو انت عاوزها تطلع زي اللي موجود بالظبط هتكبر ايه؟ الرقم بتاعك بتاع الدي اي حلو؟ تقعد تكبر فيه براحتك تمام قال لك يا باشمهندس طب وبعدين؟ كملت بقى الجدول 0.177
و0.089 و0.044 و0.022 وهنا 0. تمام؟ قال يا باشمهندس طب تعالى بقى كده وشوف اخر قيمه عندك اللي هي المساحه السطحيه. هعمل ايه؟ قال لي والله يا باشمهندس هبتدي احسب السيرفيس اريا واحطها في مكانها في الجدول. تمام؟ طب هحسبها ازاي؟ ركزوا معايا يا شباب لان الحته دي مهمه. حلو؟ المره اللي فاتت كنت انا لما انا بختار كنت بعمل الاول واي فاي على دي اي، صح؟ تمام؟ عشان اسهل على نفسي ما ادخلش نفسي في معادلات كبيره. هنا يا باشمهندس انت مضطر ان انت تحسب زي ما هو بيقول لك، تمام؟ 6 على ايه ده يا باشمهندس؟ الرودا هو بالنسبه لي مين؟ الجي هو تمام؟ حلو. فقال يا باشمهندس سواء كتبها لي رو سواء كتبها لي جي، تمام؟ القيمه بتاعتي كام؟ 2 و6. حلو. يبقى 6 على 2 و6 في، قال لي يا باشمهندس هضرب الدبليو اي في ايه بقى يا باشمهندس؟ شفت بقى اللخبطه اللي هو بيعملها لك؟ ركز معايا مش هنقعد نضرب وخلاص. دبليو اي في اف اي على دي اي. شفت؟ احنا المره اللي فاتت لما كنا مظبطينها كنا مظبطينها ضرب وبعدين اسم. شفت هو عامل ايه؟ تمام؟ الناس بتتلخبط في الامتحان والحاجات دي، ما تاخدش بالها من السرعه. تمام؟ دبليو اي في اف اي على دي اي. في اي مشكله؟ طب جميل. قال لي يا باشمهندس حسبنا، تمام؟ وليكن تعالى نحسب اول واحده. قال لي الدبليو اي بتاعتي بصفر. تمام؟ وبعدين قال لي يا باشمهندس كل ده هيبقى ايه؟ صح؟ قال لي طب تعالى الثانية واحدة. قال لي يا باشمهندس 6 دبليو اي بتاعتي 2400 في الدي اي 1 و3 على الدي اي 8. يبقى دبليو اي اف اي دي اي. اوعى في اي مشكلة؟ طيب حسبت يا باشمهندس الكلام ده طلع معايا هنا 2544.17 هنا 3510.64 هنا يا باشمهندس 8274.4 وهنا يا باشمهندس 3922.4 وهنا يا باشمهندس 14080.8 وهنا يا باشمهندس 3270.7 وهنا 5664.36 وهنا يا باشمهندس 8181.8 وهنا يا باشمهندس كده ده صفر علشان هنا صفر. قال يا باشمهندس تعالى بقى نشوف هو طالب ايه. احنا كده بنظبط الجدول، تمام؟ وهنبتدي بقى نحل المطلوب مننا. طيب المطلوب مننا ايه؟ قال لي يا باشمهندس احسب المتوسط الهندسي لقطر الحبيبات في مجموعه 3. طلع لنا كام؟ 1.4. في اي مشكله؟ طيب حلو. تاني سؤال قال لي يا باشمهندس احسب المساحه السطحيه لمجموعة الحبيبات التي في مجموعة 6. هبتدي بقى أروح على 6، عايز إيه؟ المساحة السطحية، صح؟ 6 كام؟ 1.4.0.8. بص بقى الاختراق، ركز معايا، تمام؟ شوف بقى الاختراق علشان هشوف لو في تقريب هيعمل إيه؟ تمام؟ ركز معايا. الاختراق هنا كان يا باشمهندس أول حاجة شويه، تمام؟
واحد أربعة زين وثمانية زين تمام؟ حلو. والاختيارات ما فيهاش الرقم ده، أمال فيها إيه؟ فيها الأربع أرقام. مين يا باشمهندس اللي هو من الأخطاء؟ واحد أربعة زين وتسعة تسعة تمام؟ أكيد يعني إيه؟ واضحة وما فيهاش أي مشكلة تمام؟ حلو. طيب جميل أوي. قال يا باشمهندس احسب المساحة السطحية لمجموعة الحبيبات التي في كل المجموعات العشر. حد يقدر يقول لي هنعمل ايه في الهندسة؟ عاوزين نحسب لكل المجموعات المساحة السطحية، مفترض نعمل ايه؟ مش عارف؟ طب ركز معايا، تمام؟ قول لي يا هندسة نعمل ايه؟ هنجمع المساحة السطحية بتاعت كل المجموعات، تمام؟ حلو. طيب جميلة، فأنا يا باشمهندس هاجي أجمعها وأحسب المساحة السطحية لكل المجموعات، فيها مشكلة؟ طيب تعالى يا باشمهندس بعد كده، قال لي احسب المساحة السطحية النسبية لكل المجموعات، هعمل إيه يا هندسة؟ أعمل إيه؟ عايز أحسب المساحة السطحية النوعية أو النسبية، تمام؟ للركام الكبير. هنحسبها ازاي بقى؟ حد من البنات ورا باشمهندس وليه ممكن نحسبها ازاي؟ فكر معايا وانا معاك. هو بيقول ايه؟ عايز المساحه السطحيه تمام النسبيه للركام الكبير. طب هو الركام الكبير ده بنعرفه من خلال منخل ايه؟ اللي هو 4.76 اللي هو قلنا هو هيبقى 5 تمام؟ حلو. طيب يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لي يعني المجموعات اللي فوق ايه؟ 5 اللي هي 1 2 3 4 ده ايه مشكلة؟ هروح اعمل ايه؟ احسب لهم المساحة السطحية واقسم على وزنهم اللي موجود هنا. صح؟ مش المساحة السطحية النوعية المجموع بتاع السيرفيس اريا على مجموع الوزن المحبوس تمام؟ فيبقى باشمهندس بعملها بالطريقه دي، فيها اي مشكله؟ تمام. تعال نشوف اللي بعد كده، قال يا باشمهندس احسب المساحه السطحيه النسبيه لمجموع الحبيبات للركام الصغير. اكيد بقى الباقي من دول 5 و6 و7 و8 و9 و10 تمام؟ هعمل نفس الفكره في الطالب. طب 5 5 5 لا مع الصغير تحت. تعالى بقى يا سيدي اخر حاجة بيقول لي طب ايه رأيك بقى المساحة السطحية النسبية تعد منخفضة ويجب زيادتها؟ تعد جيدة وتصلح للخرسانة؟ تعد مرتفعة ويجب تقليلها؟ تعد منخفضة جدا ولا تصلح للخرسانة؟ قال لي يعني يعني في قيم استرشاديه، صح؟ ايه القيم الاسترشاديه دي؟ تعالوا نقولها مع بعض. قال لي لو احنا بنتكلم على الركام الصغير تمام؟ فالقيم الاسترشاديه ليه ثلاث. الركام الصغير بتكون السيرفس اريا بتاعته من 60 ل 100 سنتيمتر مربع على الجنب تمام؟ حلو. ولا مش مهندس الركاب الكبير بيكون من 2 ل 5 سنتيمتر مربع على الجنب. وقال لي لما هتستخدم خريط الافضل بالنسبه لك ان يكون من 24 ل 28 للمساحه المناسبة. طيب احنا مساحتنا السطحية في المسألة لكل الجروبات فاكر لما حسبناها طلعت معانا المساحة السطحية
الاخيريه لكل الحبيبات طلعت معانا 20.3. يعني الخليط بتاعنا طلع كام؟ 20.3. طب انت ايه رايك؟ هو 20.3 يعد منخفض؟ يعد جيد ويسقط بخرسانه مرتفع ويجب تقليله منخفض جدا ولا يصلح؟ ايه رايك؟ طب ما تيجي نحل الكلام ده. هو 20.3 ده مش قريب من 24 صح؟ تمام؟ حلو. مش هقدر ان انا ازوده واظبط الدنيا؟ تمام؟ حلو. يبقى ده باشمهندس يعد منخفض ويجب زياده. لكن مثلا لو لقيته 16 منخفض ايه؟ جدا صح؟ تمام؟ طب لو هيدا باشمهندس 29 30 31 يعد ايه؟ مندفع ويمكن تقليل صح؟ طب باشمهندس لو لقيته 35 مندفع جدا في اي مشكله؟ يبقى باشمهندس الخليط اللي بيحدده لي القيم من 24 ل 28 بتاعت المساحه السطحيه المصريه تمام؟ هل يا باشمهندس في اي صعوبه في اللجنه النهارده؟ تمام؟ حلو؟ كده احنا خلصنا كافه المسائل اللي موجوده عندك في المنهج قبل الامتحان. تمام؟ مطلوب منك الاتي ان انت تذاكر بقى لغايه الامتحان تمام؟ ونتقابل المره الجايه